قل له لن مشهور يسميس لوليا في اللسع السن سيدي منصور ذو دريس الوزرو توريرتي تشدان تيزين صليب ذو ويريس كثا قراولة تتوسن السي العربي غدي يرفق نيس ثلاث قدا وين يفوذن السيني قفدا ومزرويس ثلاث قدا وين يفوذن السيني قفدا ومزرويس آثان مزروف لدان أمكي قزوار ذاكي هذي ثلاث قدا أنا قدا أشحال زيدي هو منيس أشحال زيدي هو منيس أيوا أشحال شرق الله يبارك ضرب ابن رحم ربي وسعد في الأسنة
I'm going to have to
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفاتحة. ترحما على أرواح الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا. سلطات أول الولي ولاية الجهة القطاع العسكري والأمن الوطني وأبناء الشهداء والمجاهدين والنساء كل الحاضرين مرحبا بكم لهذا المقام الشهيد هذا المقام الشهداء هذا المكان الطاهر. مرحبا بكم بالذكرى 46 عيد النصر اللي انتصرت فيها الجزائر على الاستعمار. على كل حال هذا اليوم يوم عظيم يوم اللي انتصر صورة على طغيان الاستعمار الفرنسي عندهم يتكلموا. على كل حال الذكرى قلنا الانتصار هذاك النهار توقف القتال توقف القتال على كل حال توقف النزيف الدم توقفوا الأبكار نتاع الأكباد نتاع الجزائر. على كل حال حتى المساجن حتى المساجن تحلوا البيبان تاع المساجن هذاك الوقت اطلق السراح تاع المساجين كل 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 الشيء اللي كان على كل حال مربوط بالسناسل هذاك الوقت كلش انطلق السراح. الحمد لله بالرجال بدماء الشهداء ولابد هذا الانتصار هذا ما جاش هكذاك بلاش جاء بالتعب والعرق
والسهر وعلى كل حال والناس اللي سهروا على هذا الصورة هذه الحمد لله انتهت على كل حال بالنصر الحمد لله. رغم على كل حال المقاومات لا هم الضباط منهم المسبلين ونذكر على كل حال أسمهم بالواحد دواتي العربي هذا النقيب جيش التحرير قائد المنطقة الأولى الولاية الثالثة التاريخية المنطقة الأولى هذه في الجنوب بعد المكان هذا بالواد الهيه تسمى المنطقة الأولى هو اللي كان مسؤول عليها المنطقة الأولى هي اللي يعني جغرافيا حاكمة من البو حتى بني منصور يعني من حاشية الواد الهيه حاكمة مستيف والبرج حتى لبني منصور هذا سي العربوت وافي على رأس هذه المنطقة هذه يتنقل من مكان إلى مكان باش يطلع على كل شيء في المنطقة بالاختصار خاطر ما نطولش عليكم بعد كاين الأمين الولائي من بعد يتكلم كاين أبناء الشهداء يتكلمون بعدي نعطي اللمحة هكذا صغيرة على وسمو القصيرة ثانيا ملازم سي حسن دحاس هذا ملازم الأول كان النائب نتاع أعضو المنطقة ما نقدرش نقول إذا كان هو النائب الأول مع سي العربي وإلا الثاني وإلا الثالث ولكن المنطقة شيخ السعيد هذا الشهد معهم كذلك هو كان في الفيلق الولاية ما عرفش إلا اليوم هذا أنا واش داه يعني معهم هذاك النهار باش طاح في فخا كيما طاحوا الجماعة الشهد معهم هو كان في الفيلق كان معايا مع سي عميرة وجماعة رابعا كان مزياني هذا سي عبد المجيد هو ضبط الصف كان يسميه محافظ السياسي هنا في بجاية حاكم المدينة تسمى المدينة هو محافظ السياسي الدور نتاعو باش ندخلو في التفاصيل في وقت الندوات المحاضرات الملتقى كذلك كان معاه بعد سي الطاهر تميتها المكان اخر تعين المضرب اخر سي مراد مانيش عارف واش جابوا كذلك اللي عندهم باش حتى نستشهد معاهم وكان هذا الشعبي هذا ما عرفتش اسمه هو كان أيتمتن صباح الخير في اللون العسلمة نون وخاصة يقادي دوسن بعدين نسلاد يقمه نصيم زيان عضو المكتب الولاية المكلف بالتاريخ يفكاد اللمحة التاريخية حول شهداء أنا يدك 18 سنة نكون طويل غير فقط وحمل عرض طولة كذلك الساقين لأني سيتعلمم عيد النصر الساقين يون وسد مقران يجي ننتصر يون الشهر مقران مارس يجي قران شهر شهداء
شاريكي قموث مصطفى بن بلعيد، شاريكي قموث بن مهيدين، شاريكي قموث عميروش والحواس، شاريكي قموث كولونيل لطفي، شهر ودباء العلماء يجي قموث المولد فرعون، يجي قموث علي حموتان، أطاسي قموثان رضا حوحو، أطاسي تنغال الاستعمار، المسؤولين مقرانين، القادة الثوران، ديفيس قرن شهر مارس شهر شهداء. بهذه المناسبة أيت مثلا أدينا بعض الكلمات بمناسبة هذه ذكرى عيد النصر 19 مارس يوم إيقاف القتال. باسم المكتب الولائي المنظم الوطني للمجاهدين وباسم الخاص الولاية بجاية أحيي الجميع الحضور الكرام وخاصة السلطة المدنية والعسكرية وأعضاء المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية والمنظمات الوطنية والجمعيات وكافة الأسرة الطرية والمواطنين لهذه الولاية. أيها وفي مثل هذا اليوم، وفي مثل هذا اليوم 19 مارس بالذات وقعت القنبلة في العاصمة، خلفت قبل 24 شخص من رجال من المنظمة السرية. أيها الإخوة والأخوات، بهذه المناسبة العظيمة تفق بلدية بجاية، نشكر جبل بجاية على رئيسها رئيس البلدية بجاية والقسمة المجند بلدية شلاطة شاء القدر يموتوا مع بعض تختلط الدماء العربي تودي في شلاطة مع سي حسن دحاش ملازم دحاش ورفقاء الضباط في مدينة بجاية، كما اختلط الدماء الحواس وعميروش في جبل تامر في بوسعادة. هذا هي الوطن. والملازم حسن دحاس مراد توجي مزيان عبد المجيد شيخون سعيد عبد دي محمد الطاهر وابو سبسي بشير بإضافة الشهداء ثلاثة يوغوت رابح والإخوان نيجرون رابح ونيجرون علي. هذه المجموعة أو الكوكبة من الشهداء ضحوا من أجل هذا الوطن. إن هذه المنطقة معروفة برجالها وبطولاتها عبر التاريخ وعشرة. كانت هذه القبيلة معروفة برجالها ونسائها وجبلها. مدينة بجاية شحط حصرت من القوات الإسبان بفضل هجوم ابناء مزايا خرجوا مع الأتراك، خرجوا إسبان مدينة بجاية. كانت معروفة عبر التاريخ قامت هذه عبر التاريخ بالنسبة للحرب التحرير تعتبر هذه منطقة مزايا معقل الثوار والثورة. كانت هذه أعطت رجال كثيرة على رأس هذه الأبطال الشهداء من إطارات الثورة وهم بليل السعيد سعيد لندوشين، أعطت رجال عبر الولاية سعيد لندوشين حيحات حسين مزيع عبد القادر يسعد ربوح وغيرهم من الأبطال كثيرة، حتى الأبطال ما زالوا على قيد الحياة. إن هذه المنطقة أيها الإخوة والأخوات نقول لهم مزيع معروفة كذلك مشناوت سلخلات ينس سيرقزنيس عبر التاريخ ثمدة تمور ثقل جهة قد زيني بقيت دي في سقار فالعربامة لكلمة مزايا زيدي بقيت أو مزايا ساكرا الصفا سار كجا أكثر تذري النظن دام السكفاح سار بطولات سار تضحيات. لابد هذه التضحيات نطلع يذك سندقين ما يقرب 500 شهيد يدفكان يدورا يقين ومن قراكا إمزايين إيسواكا قين أدنيت مثلا تخثما أدني بارك الله فيكم نحيي السلطة مثل السلطة الولاية بجاية يدفكان يد المساعدة على رأسهم سيد الولي الولاية المحترم وكل بلدي النار يدفكان والطمع جميع البلدية الولاية أدفكن المثال كيدفكان بلدية بجاية. إن التاريخ ماشي سياسة، إن التاريخ ما عندوش سياسة، التاريخ تاريخ الأمة تاريخ وطني سيل جميع الناس، أما السياسة كل واحد عنده طريق. إما لرؤوس البلدية ماذا بهم كل بلدية تعتني بالتاريخ كما أعتنت
بلادة بجيان أعطت الميتة إن شاء الله ننطلق في هذه الولاية المباركة نرجعوا الولاية التاريخية كريم بالقاسم لاستقبل الحكومة المؤقتة أو ليكزيكوتي بروفيزوار وهو عبد الرحمن الفالس من مدينة أقبو، يعني عند الشرف هذه الولاية بالنسبة للتاريخ. ولابد للبلديات تعتني بالتاريخ قبل كل شيء، والتاريخ أكثر من تنمية. كل بلدية تخصص للبلدية نتاعها هذه الذكريات. نختم هذه الكلمة وحييكم جميعا، أتسلغوك في الأوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة للسيد أمين العام للمنظمة لإبناء شهداء الولاية بجاية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أحيي هذا الجمع الكريم وأرحب بجميع الإخوة سواء الذين جاءوا من مدينة بجاية، يعني بلدية بجاية، أو الذين جاءونا من بلدية أخرى عبر الولاية. أون دينيغا أكويث عسلمان ون أزول فلوان أسوفيسون. على كل حال أحاول أن أختصر الكلمة لأن الإخوة سبقونا، الذين سبقوني تطرقوا إلى بعض النقاط. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: من المؤمنين 100,000 من الأرامل واليتامى والمعتوبين ومئات الآلاف من السجناء والمعتقلين، إلى جانب تدمير آلاف القرى مما جعل الثورة الجزائرية تتصدر كل الثورات في العالم. إخواني، إن احتفاءنا بذكرى عيد النصر وإعادة دفن رفات شهداء الثورة دليل على تجديد العهد لشهداء الجزائر، إذ نترحم بخشوع وإكبار على من أوفوا بالعهد مع الله والوطن. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إن هؤلاء لم ولن يموتوا في قلوبنا، إنما هم الروح الطاهرة التي ترفرف في سماء بلادنا. إخواني، إن رسالتنا نحن اليوم هي الوفاء لرسالة الشهداء، الوفاء. دقولينا يجرس قلاغ الصغار ولا يباع فينا الهم، تقرا ولا نرجع تنزار ما نموت ربا غير رحم، تقرا ولا
ما رجعت زهرني ربنا يرحم. تساري من في درق هاي ما تساري من في درق يا العزال ما غر النوم ذكروا لي وسحارب ذكروا لي وتناضح ياش كبير يعني تا واش بدا كنا بو الساعه واش بدا اسمعي اش بدا الشيك Thank you.
اللهم يا ربي وسع لهم، اللهم يا ربي واجعلهم من جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم ان كان محسن وان كان مسيئا فجاوب عن كلمه الله. Ça va très bien. فاطمة سي العربي ترحم ربي، ها الزعيم في الذن كرحم ربي وسعد فيك، ها العربي تواتي كرحم ربي نديرو واتبع سعد فيك نشوف في الذن سيل السيل فطويك سادك يا ها سيل السيل فطويك سادك سيل عربي ترحم ربي ها ايه سيل بريك راي دي ذاك ما انا سيل السيل فطويك سادك خاف زي لك رمضي فطوك يا اسماعيل ويا ديما لا اسفروا الى من الزوميد قبل هذاك يلا لا فوتو كي نسي العربي وي اذا سفروا يهضر في لاصوم ما كوي معليش ناس هادي الشهر نوفمبر في الليل مع لاصوم يشبح السما نهضر فمزرو يتجا تروام ولا من بلا بشكيل الغورو مكرن ثغاري رفدن كما سميت غليظ واذا كي ضربت الزير ذي طيجنا هذا سميط الو ذرا العجل نتكليا ذي مزورا يكرن اما مغارة ميل مزيان سيون يميد هضران اكنا ذي فغور وميا ابري ذور تخول فن اني قضنت اللي اي فري قوز اللقين اسميك مشغورة رسا اذ جمعة قرقزن يسون لما راري فرنسا ولا انت فاثر تخضن غاسو مش كذن سيادة غاسو مش كذن سيادة صح داين نايد تكيش تكاضشنا مزه ارا تكيش يميت شبك تضع فريقو جلين يمكن ذا الخمايو نشفر كذا بشتي طرح مي لا هذا تيد مكتيا أي فريقو جلين يجمعان يرقزن ويذكر ان تقود الموت الزين ذا قروا قيما أدم شفها من أمخيرة الدول في الوقت السامي روش 22 سيمجوها لي ضربة سن يزيس نبتشوها أنوي ذا قارو ينسن يتضبير في اللسن ذا عبانو تنستشوه كريم بالقاسم قارسن أول سيارزن في الجهة دار قاس طنطور كرن رفدني فسن عاود ذني بوجيلين وثني توني مشيت تزرت لا هنا قلنا ديني في الشيا
منا ها؟ نحل ذنوي الولية الولية شير مولد قرفة كي شير أعطيك ساعة شير مولد موار الدنيا أم جاهد أم قران لعش لما ينك مرحبا يسيك إذا شير الدنيا تم جواروث قبل إيه المزين اللي في الذن تقي تم جواروث تمورث لسي العربي توتي إن بعد هضرات في الناس بارك الله بك أعطيك ساعة سي العربي توتي ورافقين وذن سي جند نخدم من كيدس قلبي ديان الثورة يعني النهاية مركز الزعيم مثل المخلص يسعنا يوثم حب الوطن دم قران الايمان دم قران الاخلاص دم قران سعاد يسعنا الشر يسعنا التاريخ دم قران الرضي ينوج بموال المسن الثورة الولاية الثالثة التاريخية على كل حال أما كني غيد نغيد من البداية من النهاية محسوبة إنسان ديون العبد إنسان الذكاء تم قران إنسان فهم تم قران العبد ذيك النظم من الجيش التحرير الجيش والجبهة التحرير الوطني سواء نقلص ونزع قلبي دايا وثانيا نقلص ونقيل عندي لازم نسؤول نقلص ونقيل ونسؤول كسخن العسكري والسياسي ديك خدمنا الواجب كني داخل الحال ديك الشهد راس 28 ديسمبر في مدينة المكايس كراسي من الحماديين قرا غاسلين هنا على كل حال نعاوز يتوامط لازم كيف قال المقر جلست لهم كيف قال من سلطة كاريني عزوبين الله يسعى التاريخ من قران بالخصوص يعني تفتخر يسم مليح مليح تدر من فلة ذنيك لي ديجا أعطيك ساحة سي المولود يرحم والديك العائلة العربي الدواتي الشاهد عبد العربي الدواتي دحاش عائلات شوية دحاش يا جدع لا وجد لك قدمت العناية كما نيش قبل أكي السنين وارو تمورتي والجي لقي دي كارنا كاكي ثورة هذه إلى قد السنين ذمون تقرا ولا ذمون مكورة في معروف اسلوب الأولى بالقسم تقل هوت بالقسم بعد بالدنيا إيسا الراني قبيلي
نعم بوكندور كان معروف. نعم 55 اللي غادي مغلوب لا شرا دينا شويه فشل العربي يرحم ربي. لا الكاس اللي غير كاس نكي ياخذ باش شويه سيدي الا كرا كاين راه تسمكتي ذاك فلاش نا تروح عند الزنطه اذا يقرب الحال نسيم نسيم واحد ولا كيقول لي ومن بعد على ويدا في الاتجاه نعم يروح يسوق مثلا على يقفدوا انا راه في المدينه انا سيدي عايش نعم اللي راه وقاس نعم تملا المكرا كي كوا شكا كي كوا نجموا عام قرانا كرا لومبيش كدا كم قرانا مجمعين وكوين وبريد بوفنزال قناس بوفنزال نعم وي نجمع نعم اسمي قموث تشفيط داك كي مثلي الاخبار يعني تشهد دينا كدرارينا بولي ما امك يعني يدي فان تشبيح تيمار يعني مثل يعني شاد شي العربي. اعطيك الصحة ارحم والديك كثر خيرك ارحم والديك. مخلوفة انت راح. شو هذا؟ انت ابو سعد النار ابو سعد من عارك الفضيل العرسة اطلع انفصني مقوريا ما شاء الله سمحي كنت دقيقة اضنت في انفي جنرالة كيف كيف جايز ام بعد ادنو على روك ايوا انفي جنرال غنروح المدى ذي مزينة لا المنى البحار البحار القرية ايوا الغواكي الخميس هذيك تشهد سي العربي الغواكي ملي كتشمال اي فوالا جوستومون ثرو لا سي ان تيمونياج سي ان تيمونياج في سي العربي باسكو سي ان كاسيت سبيسيال سي العربي ثرو كاين هذاك تفكا الهضره كتشيا كو هضره راه هضرت ببري شحال العمري كيما الناس ملي كومونسي من صغار يكون ببري لا دات اكسيتيرا الواحد من هذي صغار ما كيكون صغار او موا نفكر شويه التاريخ الجيل كي يدي هدونا كي غادي السنين شويه في رقزنا في الاذن او موا دونك كنيس قارنا كني اثن وصواد غورك اعطيك الصحه رشيد شادني سي العربي تسوازين الشهيد تاع المربيه الفضل يجب أن نقرن في الله يعني يمكن أن يكون الناس حريف درجة يعني نغرام نخدم نخدم بالدولة الجزائر يعني أن تيسام ويسام يعني الفضل دم قرن في الله سي العربين كان في السنة مزيغ زمان لدينا السنة حدود من 53 كامل بداية 54 من اللي نقرر شيخ من اليوم الناس وين مازال دبنا راه قصورا ونغرى راه بزاف ارتاح من اليوم زمان بحال نغرى وحده سبع هكا كي مازالت شفيغ سليغا مزيغ سليغا سي بابا سي عبد المربيان خاطر بابا سي عبد المربيان انت يتخلص سي العربي بابا سي عبد المربيان داخل حتى شمعت حتى كنزلو شي سن في الدار في الهن هكا محدث وجدك سي عبد المربيان دوما عندها تسقات الحاجه بيدور اثنين رحم ربك ويد بابا سي عبد المربيان وسي صالح احمد يعني تخلص سي العربي سلي على سي بابا تاع رحمه ربي هدا راسي ثمارة الماء بخار. وين؟ الناس يني سي العربي ما إلا قنطيلة كان هاد الخيار كرا كوراش هاكيك قارنا كاك الجماعة سي حميدة. شوف هاد الخيار كرا بغيتي يدي بالنا كشوية بحال شي يدي فرار نق القراية. يدي فرار نق القراية هاد الخدمة هاديك السنة يون الجروب هكا إلا ذا شرس من الصغار إلا وجديد إلا قنا نفاشي طوح كلا روتين نزيه كان كنت تقسيم كني الطرق اللي تقريبين الى كان كشم شي طوح الحاجه تجدت وعطل الغرة ما شاط سين عطل يجبدات سي العربي ما تعرف ما يجبدات يصارايا محسوب الطاقه القرايه غير صارايا سي العربي ماشي كل الجماعه يبقى
دروس كان كاين غرا هنا كيتجمع ورش والباقي نقرا على برا. انا واش كوا سابي بري لي زاني 55 نا 56 لا خاطر يوم يزمر الحال يزمر الحال 54 وتزمر راه كان تقزك يزمر الحال 54 خاطر الصوره اسمين يولا حد سي العربيه من ندي غاب الغايب قال لهم شفي غا مسا انا نفرداك ونتبعيت الى تذغب غاز روحها تسمى الى بقاو على خير يبقى السلام يدنا نتبعي ثمي الجهه تقنطر شوف هناك في الذن الى تذروح على فرنسا شفي ضاك من هكا تبي بري هاد لي كارد كي رزق سيدي قال لك قارنك سمي هني يدنا يمشي طحني كلاند ندي واكا شويه زمراك دينا غير من محمد الرحمن رضي محمد الحلو ايوا محمد الحلو ولا نسى يفرد مليح كاع رانا في القرايه كتسوى ثنيا مزيان الى سمع رزق على النبي بورلين كريم قران ماشي طربنا غلبنا كرامر مي يستغرى يتنسى سي العربيه كم اسماعيل الدري كم بوحنا بوحثرة ايه عبد القدر القشي وقيل داني نك على الغرس هي يزمر الحال يزمر الحال عبد القدر يعني كو يزمر على وش فيها مليح ايوا شباب القدر القاشي غيحكي هاد السنه قاعد يخموني ونقبط مزيانين ناضي شاكن تورا مزيانين الشوكولا انا مكاكن تورا هادي ماشي سي العربي فينا يا سي حميمي فينا سي حميمي حتى يا اما لا سي العربي انا تقعد نقرا سي العربي شفي نغرا في كويار وجزار المعينصرة العربات الاولين مثلا في المغرب في الحبال يجمع غادي سي العربي نقرا ماشي كثر الوحيد نقرا نقرا نكتب ستيلو ورقين تيكل تم زورفين سنة ستيلو تيكل تم زورفين سنة ورقين سنة كارنيل نشوفو غير برا شفيا يعني نتفارت بناتين عرفت مقبوحني تبناتين شفيا تبناتين يفرقا سي دي بتي جروب هكا دو تروا كات بيرسون هكا الاف يفرقا في دار نيت مقبوحت نتغيما يسلحقا تكتبين تكتبين تيكل تم زورف الحياة نظام تكتب فو مازيك نقرا القران ارسي حميمي قتل ويحث الواحد نكتب سمخ سمخني نعم في سقا ما نفكر نحط صورة تستيب نعم في سحن ديني رحمة المحوم اسمي نقول لسي العربية ما سبغيتي الوحي اني نحبس وغير سي العربية وزري غير مشاك انتو رام يغدي ضبار تكتوبين يعني انك حكيت بوحنا ناس بوحنا مشي تكتوبين يعني مشي مكيد لحقت غورنا يند سي العربية يند اغياوية قوس لحد الصباح ند كسينا كلو سيدنا ند نروح راعدلون نروح ما معدلون ند نقلع سبوزا الوقت نيت بوزا ند تنشود سي مقنين كي تشود لكن تراتي في كالين ند كاني في الاثنين السوق الصباح ند نسوق سقبو ند طفينا ستيد نسالس فطوطوار كمارشي غنزنز ند سي العربو اللي تقدم على غورنا ند من بعيد كان هكا غادي توال المندع ند دي سوردين اللي يمرد انزنز انا سابو ذاني يخدم انت في كالين يزكارني مع كرزان انا دي صور ديني انا تسويني سيدي تسقسي العربي تكتبي لنا يوم دي تواك لنا تقارن ديك سنت يعني تاكيد الشهاده يعني كي الشهاده نبوح لنا خاطر مقاري ربي بن عمر يقول سي الخبار مليح مش ثلاثه و سي العربي نفاكو الطرق التقليديه لي ميثود دو نفني تراديسيونال لي لونسينيمون يكشما المودرن شفيغ السلايا ريوث تزروت لنا قوز قلت قيس قرن سيدي بجلومن انا اليوم بزيس تزروت مني زميرات دما تصبراش معلومات فين يعني لا جيوغرافي دو الجيري يعني لي فرونتيير سي لي قيس قرن الجيران الجزائر من هوسن كنيا من الزيت كلامر باقي تسمى كوماسي تبريبارات سور بلان لو ناسيوناليزم الجيريان فوالا من هما قال لنا مرمو حكى لنا ماذا الجهه عندنا بها وانت تمر في رنا يمكن السين راه ديني وانا في تونس رمو حكى لنا ماذا الجهه وهرنا نكمل باش تمر في رنا ونسين راه انت ديني وانا في المغرب يعني انا كامل وحكى لنا الجهه الشمال باش رنا انا في البحر يعني اكل مزيس يستكشم يعني المعلومات في تمرت في الجزائر يقول لنا سوا استعمار يقول لنا كنا نوصل لك باش معنى الاستعمار كاع نوا كان كان يدي في كاربي تمرت نوفا الدارو بيحكم اكيد تيقدر شي ثلاث جا دار من هذا السنه ثلاث درس سي عاودي ونسن نكريزي مزال انا كاع اللي سكنا نطفي عاودي وني كاع الصريمه نو سنين غادي تسقسين السي العربي وفي تسخنا السي العربي لا في قلنا
يزرعوا يزرعوا يمانيس استفنا لها زيك تحويس فرنسا كما مسلين قالوا رشيد شرب مين سي العربية الزعيمة القرآن أم وقلة فاليك لصمان عندي قلت أكيد المجاهدين حضران بليلة شيخ الزون إن لولاية الله والحمد لله نكون مسا أقلى يعني يجد الخلف يجد يعني يزرع يزرع عينس الحمد لله تفكت الثمار ما شاء الله نتاع على كل حال ويتمسن شوية أيضا أسأل رحمة ربي